ثلاثه مواقع في وسط وشمال قطاع غزه حيث عرضت كتائب القسام يومي الجمعه والسبت مجموعه من الصواريخ محليه الصنع واخرى من نوع كورنيت روسيه المنشا الى جانب بنادق وقاذفات ارض جو مضاده للطائرات وطائرات شهاب المسيره التي تقول انها صنعت في غزه. الطيارات اول مره نشوفها حقيقتها بهذا الحجم بهذا الشكل والصواريخ اللي احنا بنفتخر فيها هذه بهذا الشكل وبهذا الحجم الحقيقي وشكلها الطبيعي الحقيقي واحنا اخذنا صور وراها بالاسلحه اللي موجوده اللي اللي لوين التطور اللي وصل له كتاب القسام والمقاومه اللي موجوده في غزه لوين التطور اللي موجود وان شاء الله خير ان شاء الله بيكون في فتح قريب باذن الله